إذا كنت تلعب على البي سي والفارة حقتك غير دقيقة، الحل بيكون مع اختيارك لفارة مصنعة خصيصاً للألعاب. لكن السوق فيه أنواع مختلفة كثير، ولما تدور عنهم وتقرأ راح تتعب وتدوخ. لذلك سوينا هذا الفيديو اليوم عشان نساعدكم في هالأمر. الدليل هذا يسهل عليكم اختيار الفارة الجديدة، وبنشرح لكم كل من السلبيات وإيجابيات كل فارة. حطوا في بالكم بأننا راح نختار بس الفارات المتوفرة عندنا في السعودية، وبالتالي في باقي الأسواق العربية غالباً. بعد البحث اللي سويناه اخترنا 4 فارات نعتقد انها تقدم القيمة الافضل بين كل التشكيلات الموجودة. واول فارة بنتكلم عنها هي ستيل سيريس سنسي 10، وسعرها 305 ريال او 70 دولار. شركة ستيل سيريس شركة دنماركية تنتج كل انواع الاكسسوارات الخاصة بالالعاب، والمعروف عن منتجاتها انها عالية الجودة وصلبة. طبعا احد هذه المنتجات هي هذه الفارة. الفارة هذه تشتغل سلكيا فقط، وملائم للاستعمال اذا كنت ايمن او اعسر. الفارة هذه الـ CPI حقها 12,000، واللي ما يعرف وش هو الـ CPI، هذه يعني حركة الإنش الواحدة للماوس تعادل عدد البكسلات. فهنا حركة الإنش الواحدة للماوس هذه تعدي 12,000 بكسل. طبعاً طريقة شبكها عن طريق الـ USB، وفيها 8 أزرار تقدر تخصصها على كيفك. هذا غير أنها تستعمل واحدة من أفضل الحساسات المتواجدة في السوق، مع إضافة تعديل خاص في الشركة عليه. الإيجابيات: وزنها خفيف حوالي 92 جرام، المسكة مريحة إذا كنت أيمن أو أعسر، وجودة المادة اللي فيها عالية ولا تزعجك حتى لو عرقت يدك. هذا غير تواجد ملمسين مختلفين يساعدك في مسكها لفترات طويلة. السلبيات: حجمها صغير، فبعض الأشخاص ممكن تزعجهم هذه النقطة. بما أن تصميمها موحد حتى تناسب الكل، فالأزرار اللي على الجهتين موقعهم واحد، والبعض تشكى بأنهم يضغطون على هذه الأزرار لا إراديا خلال لعبهم. الآن ننتقل للفارة التالية، وهي الريزر ناغا ترينيتي كروما، وسعرها 469 ريال أو 99 دولار. شركة ريزر من أكثر الشركات العريقة في مجال الإكسسوارات الألعاب، ومتعمقين في هذا المجال من سنين طويلة. هذه الفارة بتعمل سلكيا فقط، وهي مخصصة للأشخاص اللي يحبون أزرار زيادة وتخصيصها، ووزنها 120 جرام. الفارة هذه CPI حقها 16,000، وفئة الناقة من أقدم فئات اللي قدمتها ريزر وطورتها بشكل كبير مع السنين. وهالإصدار يعتبر الأصغر حجماً، ويجي مع 3 أنواع جريبس، كل واحدة منهم تجي بعدة أزرار مختلفة. في نوع يضيف لك 12 زر، وفي ثاني تخليها 7 وأخرى 2. طبعاً البعض يشوف هذه الأعداد كثيرة، لكن هذه الفارة مهيئة بهذا الشكل للأشخاص اللي يلعبون ألعاب الموبا والMMO. وتغييرها سهل جداً لأنها تستعمل المغناطيس للتركيب. إيجابياتها هي تغيير الجريبس الموجودة في الإبهام إلى 3 أشكال مختلفة، يفتح لك المجال في تخصيصها على راحتك. الأزرار اللي فيها سلسة، والضغط حتى في الجهات اللي تقدر تغيرهم مريح. السلبيات: تصميمها المنخفض ممكن يضايق أي شخص يده كبيرة. الآن ننتقل للمنافس التالي، وهي فارة لوجيتك G502 لايت سبيد، سعرها 599 ريال أو 149 دولار. لوجيتك هي شركة سويسرية معروفة في تصنيع اكسسوارات خاصة بأجهزة البي سي من الثمانينات، وصنعت أكثر من 1,000,000,000 فارة من سنة 1985، وهي أيضا معروفة في شراء شركات تبني اكسسوارات بجودة عالية مثل شركة أسترو. فارة G502 لايت سبيد عكس الاثنين اللي ذكرناها من قبل، تعمل لاسلكيا وسلكيا عبر تقنية اتصال لاسلكي 2.4 جيجا هرتز، ووزنها 114 جرام. سعد بطارياتها من 48 إلى 60 ساعة، وفيها 11 زر. CPI حق الفارة هو 16,000، وتدعم حساس لوجيتك الخاص 16K هيرو. هذا غير أنها تدعم الباور بلاي مات اللي تشحنك الفارة بمجرد ما تحطها فوق المات، ومو بس تشحنها لكنها أيضا بتعرف الفارة على جهازك بدون ما تشبك قطعة USB الخاصة بالفارة. عندك أيضا أوزان تقدر تضيفها أو تشيلها من الفارة حتى تختار الوزن المريح لك. هذا غير أن العجلة الفارة تقدر تخليها تتحرك بشكل كامل أو جزئي. الإيجابيات هي الحساس الدقيق، كونها لاسلكية، ودعمها لتقنية الباور بلاي مات اللي تخليك تنسى هم الشحن تماما. سلبيات: سعرها المرتفع، والشاحن اللاسلكي يباع لوحده. الآن ننتقل للفارة التالية، وهي الكورسير ايرون كلا RGB، سعرها 299 ريال أو 58 دولار. شركة كورسير من الشركات المعروفة في مجال الاكسسوارات الخاصة بالبي سي، وأيضا يصنعون مبردات لأجهزة البي سي، ذواكر عشوائية ومزودات طاقة. هذه الفارة CPI حقها 18,000، تعمل سلكيا، وفيها 7 أزرار، ووزنها 105 جرام. ورح تحصلون فيها مواد مختلفة في كل جهة. الأزرار الأساسية ملمسها سلس، بينما أطراف الفارة فملمسها مطاطي مريح للمسك لفترة طويلة. تصميمها المقوس يخليها جدا مريح للأشخاص اللي يلعبون بيدهم اليمنى. وبرضو تدعم إنارة الـ RGB، وتقدرون تخصصون اللون عن طريق البرنامج حق الماوس IQ. إيجابياتها هي إضاءة الـ RGB، حجمها الكبير المريح، وسرعة استجابتها العالية. سلبياتها: وزنها الثقيل على فارة سلكية.
إذن كذا غطينا أقوى الفارات المخصصة للألعاب في السوق وشرحنا كل ميزاتهم. إن شاء الله نكون ساعدناكم في اتخاذ قراراتكم لشراء فارة معينة. وإذا كان عندكم تجربة مع فارات تحسون أنها الأفضل فشاركونا بأسمائها في التعليقات حتى الكل يستفيد. كان معكم نواف النغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.